بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 88 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء متجدد في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ، فأهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيك. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل تاجر وعندي محلات لبيع الملابس الجاهزة، وحال علي الحول للزكاة، كيف أحسب زكاة الشركة بما فيها من بضاعة ونقود وأصول؟ وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فإن الزكاة ركن من أركان الإسلام، وما ذكره السائل أن عنده بضائع للبيع وعنده نقود، فإنه إذا تم الحول على رأس المال، إذا تم الحول على رأس ماله، فإنه يقوم ما عنده، يعني يثمن ما عنده من البضائع والسلع بسعر يومها، ويضم قيمتها التي قدرها إلى ما عنده من النقود، ويخرج زكاة الجميع ربع العشر من الجميع. نعم. أحسن الله إليكم. أبو يوسف من مكة المكرمة يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم، عندي زوجتي عملت عملية قيصرية مرتين، أول مرة رزقنا بتوأم وثاني مرة رزقنا ببنت، فهل علي حرام إذا قمت بمنعها من الحمل خوفا عليها من العمليات الثالثة لا يجوز منع الحمل إلا لضرورة، إذا كانت عليها خطر في حياتها وكتب الأطباء هذا بقرار يوقعونه، إنك تأتي به إلى الإفتاء وينظرون فيه. أما منع الحمل بدون فتوى شرعية هذا لا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا. أم مهدي تقول بأنها استوشمت وهي في حالة لا تدري بأنها حرام، هذا الوشم في يدها سوته قبل ما يقارب من 40 سنة، والآن تقول أنا تائبة إلى الله، ماذا أفعل؟ هل أزيله بالليزر أم ماذا أفعل؟ الحمد لله التوبة مقبولة إن شاء الله، وأما أثر الوشم فإن كانت تستطيع إزالته إنها يجب عليها ذلك، وإن كانت لا تستطيع إزالته فإنها تكفي التوبة والحمد لله. نعم. هذه الأخت السائلة تقول: زوجي يكثر من الحلف بالطلاق وفي البيت وفي ذهابه ومجيئه مع أولاده، فبماذا ينصح مثل هذا؟ وهل يقع الطلاق مع أنه يقول أنا لا أقصد طلاق الزوجة؟ يجب عليه أن يسأل المحكمة الشرعية القريبة منه، أو يأتي للإفتاء أو يكتب للإفتاء الرياض عن طريق المحكمة ينظر في قضيته. أما قوله أنا لا أقصد الطلاق هذا خطأ، من تلفظ بالطلاق فإنه يقع ولو لم يقصده، إلا إذا كان مجنونا أو غائب العقل أو نائما ليس بمكلف، إنه لا حكم لهذا الطلاق. أما إذا كان مستيقظا عاقلا فإنه يقع الطلاق ولو لم ينوه، ولكن لا يستعجل في هذا حتى يسأل الجهة المسؤولة عن الإفتاء. نعم. هذه السائلة تقول: الشيخ، هل يجوز أن تستعمل المرأة المطلقة وهي في عدة طلاق أن تستعمل العطر، وماذا يجب عليها؟ المرأة المطلقة إذا كانت رجعية فإنها حكمها حكم الزوجة، تتطيب وتتجمل عند زوجها لعله أن يراجعها، لعله يندم ويراجعها. أما إذا كانت بائنا ليست رجعية فإنها تتجنب العطر، لأن الإحداد معنى تجنب الطيب، تجنب الزينة في الثياب وفي الحلي، لزوم المسكن حتى تتم 14 أيام. نعم. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ما قولكم حفظكم الله في مصلي أنقص ركعة أو زاد ركعة، سواء عرف بذلك بعد الصلاة مباشرة أو بعد وقت؟ إذا زاد ركعة أو نقص ركعة سهوا، إن نقص فإنه يجب عليه الإتيان بالركعة بعد ما يسلم، إذا عرف أنه نقص بعد السلام إنه
أو يبادر ويأتي بالركعة ويسجد للسهو. وأما إذا طال الفصل أو انتقض وضوءه فإنه لا بد أن يعيد الصلاة من أولها إذا كان تاركا لركعة، لأنه لم يكمل الصلاة. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا أما إذا زاد ركعة، فإنه يكفي سجود السهو. إذا ذكر قريبا بعد السلام فإنه يسجد للسهو. نعم، وإن طال الفصل أو نسيه وفات فإنه يسقط. نعم، جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أرجو إفتائي حفظكم الله عن حكم سماع قراءة القرآن الكريم للجنب سواء كان رجل أو امرأة. لا بأس بذلك، لا بأس للجنب والحائض أن يسمع القرآن من القارئ أو من التسجيل ويستفيد من ذلك، لا بأس. إنما الممنوع أن يقرأ ما دام جنبا أو حائضا. دامت المرأة حائضا فإنها لا تقرأ القرآن، الجنب لا يقرأ القرآن حتى يرتفع الحدث الأكبر. نعم، يقول السائل علي ثلاث أيمان كل يمين في موضوع مستقل، وسؤال يا شيخ هل إذا دفعت كيس رز 45 كيلو لأسرة محتاجة يكفي ويكفر عنها جميعا؟ لا بد من إحصاء الأيمان، ولا ندري هل هي توجب الكفارة أو لا توجب. إذا ثبتت أيمان وكانت توجب الكفارة، إن كانت على شيء واحد يكفي كفارة واحدة عنها جميعا، وإن كانت على أشياء متعددة فلا بد لكل يمين من كفارة مستقلة. وإذا كان يعرف عددها يعمل بمعرفته ويكفر عن كل يمين، وإذا كان لا يعرف عددها فإنه يقدرها بما يغلب على ظنه من عددها ويكفر. نعم. أم محمد تقول كيف نحصن أنفسنا وأولادنا من كل سوء ومن الشيطان، وأيضا ما كيفية تحصين المنزل من السحر وغيره؟ بذكر الله سبحانه وتعالى والورد صباحا ومساء بقراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفجر ثلاث مرات كل سورة، بعد المغرب ثلاث مرات كل سورة، وأما بعد الصلوات الباقية فيقرأ كل سورة مرة واحدة بعد قراءة آية الكرسي، ويأتي بالتعوذات أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق، ويكرر هذا، وهذا وقاية بإذن الله من كل محذور. نعم، أحسن الله إليكم. الأخت السائلة تقول هل يجوز لي أن أخرج العضد بالصيف لشدة الحر عند محارمي الذي لا يخاف منهم الفتنة، وكذلك عند النساء، وهل يجوز إخراج قليل من الساق عند النساء؟ لا يجوز هذا، لا عند النساء ولا عند النساء ولا عند محارمها من الرجال. لا يجوز أن تخرج إلا الأطراف، رأسها، وجهها، كفيها، قدميها، لا بس. أما إخراج العضد أو الساق هذا حرام، لا يجوز، لا عند النساء ولا عند محارمها من الرجال. نعم. فضيلة الشيخ صالح، يعني بعض الأخوات وبعض النساء في هذا الوقت الحاضر يعني تساهلنا في هذا الموضوع، وخصوصا في المناسبات والأفراح. نعم، هذا منكر عظيم، والعياذ بالله، أنها على ما يقولون تتجلط، تذهب للحفل وتخرج ظهرها وصدرها وتخرج ساقيها وعضديها، هذا من المنكر الذي لا يجوز إقراره ولا يجوز للمسلمة أن تفعله. يجب على هؤلاء النسوة توبة إلى الله، تحفظ والاحتشام، وإذا خرجت من بيتها فإنها تستتر تحتشم. قال تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تبرج هو إظهار الزينة عند الخروج أو عند الرجال، فلا تعمل هذا وهي مسلمة تخاف الله عز وجل. وإن كان هذا كثر في الحفلات وفي استراحات وفي الزواجات هذا لا يبيح هذا العمل، بل هو محرم، وكل ما كثر فالتحريم أشد، وكل ما ظهر هذا المنكر ازداد إثمه وزاد نكارته. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ جاء في ما معنى حديث لا يأم رجل قوما وهم له كارهون، ما ضابط الكراهية في ذلك؟ كراهية في الدين، إذا كانوا يكرهونه لدينه أنه مبتدع أو عنده فسق أو مخالفات شرعية فإنه لا يجوز أن يأمهم وهم يكرهونه. أما إذا كانوا يكرهونه كراهية شخصية لكراهية نفسية بينهم أو لأمر من أمور الدنيا
فهذا لا يدخل في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: ما حكم لبس الجلال مع الغطاء للوجه؟ فنحن في قرية في البيوت أو مشاوير قريتنا متعارف عندنا الجلال مثل الشرشف للصلاة لكنه قصير. هذا طيب أنها تحتجب وتستر وجهها وأطرافها ثم تلبس فوق ذلك العباءة أو الجلال الكبير، هذا من الاحتياط والستر الكامل، هذا مما يحمد للمرأة المسلمة. نعم. هذا السائل يسأل يقول: ما رأي فضيلتكم في كتاب فقه السنة لسيد سابق؟ هذا كتاب مثل سائر الكتب الفقهية، تسميته فقه السنة هذا فيه نظر، فيه نظر يعني معناه أنه موافق للسنة من كل وجه، وقد يكون فيه أخطأ، فيه اجتهادات، وهو ينقل من كتب الحنفية كثيرا، وهي كتب طيبة إن شاء الله وفيها فقه، لكن أن يقال هذا فقه السنة هذا فيه نظر، هذه تزكية يعني زائدة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة تقول: ما هو وقت أذكار المساء؟ هل هو قبل المغرب أم بعده؟ أذكار المساء تبدأ من زوال الشمس، فلو أتى بها بعد زوال الشمس أو بعد العصر أو بعد الظهر أو بعد العصر أو بعد المغرب أو بعد العشاء لا بأس، كله في المساء، كله داخل في المساء. نعم. السائلة تقول: ما حكم إزالة شعر الوجه فقط بدون أخذ شيء من الحواجب؟ هذا يسمى بالحف، إذا كان الوجه شعر مشوه لها فتزيله، أما إذا كان عاديا فالأحوط والأحسن تركه. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. ما حكم يعني من العلماء من يرى أنه من النمس حتى أخذ شعر الوجه يضعه من النمس إلا إذا كان مؤذيا ومشوه. نعم. الأخت السائلة تقول: فضيلة الشيخ، لي أولاد كثر وأنا أفضل البعض منهم وأتودد إليهم مع أنني لا أميل للبعض الآخر، فهل علي شيء في ذلك؟ لا تظهري محبة أحدهم دون الآخر إظهارا، أما إذا كان هذا في القلب، تحبين بعضهم أكثر من بعض في القلب ولا تظهرين هذا أمامهم، هذا لا بأس، ولا تملكين أنك تعدلين بينهم في القلب، محبة القلب. نعم. إضافة فضيلة الشيخ: وبحمده عند الركوع سبحان ربي العظيم وبحمده، هل هي واردة؟ نعم واردة، وهي من تمام التسبيح، وسبح بحمده هذا في القرآن، سبح بحمده. نعم. يقول: ما حكم قول ربنا لك الحمد ولك الشكر؟ طيب، هذا طيب يعني في الصلاة؟ نعم. لا، الشكر لا، ما ورد، لا نقول في الصلاة إلا ما ورد، ولم يرد لك الشكر، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، أربع صيغ كلها وردت في السنة، أما الشكر فلم يرد في الصلاة. نعم. هذا السائل يقول: ما حكم قول أقسم بآيات الله؟ لا بأس بذلك، إذا أراد بآيات الله القرآن لا بأس بذلك، أن القرآن كلام الله، كلامه صفة من صفاته سبحانه وتعالى، واليمين تكون بالله أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل فضيلة الشيخ يقول: بالنسبة للزق التي توضع على الجسم أثناء الغسل فضيلة الشيخ، لا نستطيع نزع هذه اللصقات، فهل الوضوء صحيح؟ إذا وضعت اللصقة لحاجة لتحتها جرح وهو محتاج إليها لتمنع وصول المؤثرات على الجرح فلا بأس، يمسح عليها إذا تطهر من جنابة يمسح عليها، أو توضأ وهي في أعضاء الوضوء يمسح عليها، ويكفي هذا عن غسل ما تحتها إلى أن يبرأ ما تحتها أو هو يستغني عنها، حينئذ يزيلها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول الأخت السائلة: عند النظرة الشرعية ما رأيكم في وضع قليل من المكياج على الوجه واليدين؟ الأحسن لا تضع شيئا لأجل أن يراها على أصلها وطبيعتها ولا يكون فيه تزوير. نعم. أحسن الله إليكم. أبو أحمد يقول: في صحة معنى حديث أنا وابن آدم في نبأ عجيب، أخلق ويعبد غيري إلى آخر الحديث. نعم، هذا كلام الله جل وعلا، روي عنه جل وعلا: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويشكر سواي، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إليهم نازل وشرهم إلي صاعد. هذا واقع من بني آدم في حق ربهم إلا من رحم الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما الفرق بين الحرمة المؤبدة والمؤقتة من حيث
جواز المصافحة؟ الحرمة المؤبدة مثل الأم والأخت والعمة والخالة تحرم عليه بالنسب، هذه حرمة مؤبدة. أما الحرمة المؤقتة وكذلك أم زوجته وكذلك بنت زوجته هذه حرمة مؤبدة بالنسب أو بالصهر. وأما الحرمة المؤقتة مثل أخت زوجته عمة زوجته هذه حرمة مؤقتة إذا طلق زوجته حلت له أختها أو عمتها. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا السائل والمصافحة لا تجوز لمن حرمتها مؤقتة، لا تجوز لأخت زوجتها أو عمة زوجته. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول أنا أحب أن أتفقه في الكتب الشرعية، فبماذا تنصحونني في الاقتناء لكتب الفقه المعتبرة؟ المدار ليس على الكتب، الكتب موجودة ولله الحمد كثيرة، لكن المدار على المدرس الذي يشرح لك الكتب ويبين لك معانيها. فإذا وجدت مدرسا أهلا للتدريس فإنك تطلب العلم عليه وهو يرشدك إلى الكتاب المناسب. نعم. أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ كل عام أنا أصوم، ولكنني فضيلة الشيخ أصبت بمرض لازمني مع أنني كنت أصوم الاثنين والخميس على مدار العام، هل يشملني الأجر وأنا لم أصم هذه الأيام؟ إذا كنت تنوي صيامها ولولا العذر لصمتها فلك ما نويت، مثل ما الذي يقوم الليل من عادته يقوم الليل ثم سافر أو مرض فإنه يكتب له أجر القائم نذرا لعذره، المدار على النيات. نعم. فضيلة الشيخ أيضا له سؤال آخر يقول ما حكم إفطار المسافر في رمضان وما حكم الصوم في السفر وما الأفضل فيه؟ الإفطار في رمضان رخصة من الله عز وجل، السفر ويجوز الصوم، إذا ترك الرخصة وصام جاز وأجزأه الصيام، وإن أخذ بالرخصة وأفطر فهو أفضل. نعم. يقول هل الأضحية في كل عام وإذا تركها المقتدر ماذا عليه؟ نعم، الأضحية في كل عام ولمن يقدر عليها هذا أفضل، أما هي ليست واجبة، إذا تركها ليس عليه شيء، لكن إذا فعلها فله أجر عظيم لا يفوته هذا الأجر العظيم وهو يستطيع. نعم. هذا سائل من جازان يقول فضيلة الشيخ ما هي شروط الرضاعة المعتبرة؟ شرط لها شرطان، شرط الأول أن تكون في الحولين قبل الفطام، والشرط الثاني أن تكون خمس رضعات فأكثر، يعني خمس مصات كل مصة تسمى رضعة. نعم. فضيلة الشيخ يقول أيضا من أسئلته هل أصلي السنن الرواتب في السفر أم أتركها؟ السنة أنك لا تصليها إلا راتبة الفجر، إنها لا تترك حضرا ولا سفرا، أما السنن الرواتب مع بقية الفرائض إذا كنت تقصر الصلاة فإنك تتركها. نعم. يقول السائل علي أنا كثير النذر فضيلة الشيخ وأنا فقير ولا أنا يقول كثيرا النذر أنذر كثيرا وأنا فقير فلا أستطيع أن أوفي بنذري فهل يلزمني شيء؟ إذا كان نذر طاعة فإنه يلزمك، إن كنت تستطيع تبادر بأدائه والوفاء به، وإن كنت لا تستطيع فإنه يبقى في ذمتك دينا لله سبحانه وتعالى، متى استطعت فإنك توفيه. نعم. يقول السائل عباس صليت صلاة العصر منفردا خلف الصف ولم يأتي أحد وكان الصف مكتملا، فأنكر علي أحد الإخوة في الصف الأول وقال أعد الصلاة. نعم، هو كما قال ويجب عليك الإعادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل فضيلة الشيخ بالنسبة للإحرام بالأطفال الصغار دون العاشرة هل نلزمهم معنا بالإحرام أم نتركهم؟ مخيرون، إن كانت يسهل عليكم ذلك فالأفضل أن تجعلوهم يحرمون، أن تأمروهم بالإحرام وتجنبوهم محظورات الإحرام وتأدون لهم النسك معكم، هذا أفضل، لأن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه طفلا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، إذا كنتم تريدون الأجر فإنكم تحرمون بهم، بمعنى أنكم إن كانوا ذكورا تجر يريدونهم من المخيطات تلبسونهم إزارا ورداء تجنبونهم المحظورات ثم تؤدون بهم المناسك مثلكم سواء بسواء، إما أن يمشوا معكم إذا كانوا يستطيعون المشي أو تحملونهم في الطواف والسعي تقصرون رؤوسهم ويحصل لكم الأجر وهي لهم نافلة ولكم أجر في ذلك، أما إذا كان هذا يشق عليكم ليس هذا بلازم. نعم. أحسن الله إليكم، والأخت السائلة تقول أصيبت أختي بمس
فهل يحق لنا أن نذهب بها إلى راقي؟ وهل له أن يمس يديها وينفث على صدرها؟ إذا كنتم تعرفون راقيا موثوقا وعنده علم وعقيدة صحيحة توفر في هذه الشروط، عقيدته صحيحة ويعرف الرقية، أحكام الرقية يعرفها، وهو أيضا ثقة لا يخشى منه أنه يفتتن بها ولا يخلو بها، فلا بأس بذلك. هذا من فعل الأسباب. مس المرأة لا يجوز للراقي، لا يجوز للراقي أن يمس المرأة ولا أن يضع يده عليها، وإنما يرقي عليها بدون مس لها أو لجسمها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وانتهى هذا اللقاء الذي سجل مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل هذا اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.